هل تظن أنك ستخلد في هذه الحياة وأن المدة ستطول بك في هذه الدنيا؟ هل أمنت أن لا يأتيك ملك الموت؟ أتطمع أن تخلد لا أبالك؟ أمنت من المنية أن تنالك؟ فكن متوقعا لهجوم موت يشتت بعد جمعهم عيالك، كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتسمون مالك. أتظن أنك تعيش وأنك تخلد؟ اعلموا ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إنما هي أعمالنا، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا أيها الإخوة أن لكم موعداً ستقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسوف يسألكم عما قدمتم في هذه الحياة، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، بل إنه سبحانه وتعالى فتح باب التوبة حتى لأولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فكيف بالمصلين الصائمين القائمين؟ وأعظم من ذلك أيها الإخوة أن تلك السيئات وتلك المعاصي والخطيئات إذا تاب العبد وصدق في توبته وعودته وإنابته يبدلها الله سبحانه وتعالى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أبعد هذا يعرض كثير من الناس عن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي يفرح بتوبتك، أول من يفرح بتوبتك، بل أشد من يفرح بتوبتك هو الله وهو غني عنك. هل بعدها يتوقف كثير من الناس عن التفكير فضلاً عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الموت أيها الإخوة يأتي فجأة، لا يوجد أحد من أهل القبور أتاه ملك الموت بموعد مسبق، بل أتاه فجأة. ربما يأتيك وأنت جالس بين أبنائك، وربما يأتيك وأنت تجالس خلانك وأصحابك، ربما وأنت نائم، ربما وأنت تقود السيارة، ربما وأنت جالس على كرسي الوظيفة، يأتيك فجأة، فحينها تنقطع الأماني. لذلك يسمى هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، لأن الإنسان عنده لذات وهو في جماعة وجماعات، فإذا أتى الموت هدم لذاته وفرق جمعه وجماعاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح،